السلام عليكم الزول الفلاوين، الحمد لله راكم كاع بخير. كي راكم دايرين اليوم؟ راكم تشوفوا نهار شباب، بصح اليوم ما نديروش السياسه اليوم، على بالكم. رانا مع خوتنا سي حمزه، السلام عليكم، سي فريد، الزول عليكم الكويره، سي جمال، صحه رمضانكم، الله يحفظكم ان شاء الله. فوالا راكم تشوفوا رانا داخله تاع الصيف، بصح ما ندخلوش الصيف، نروحوا الخراطه ان شاء الله. اليوم على بالكم بلي نهار تاريخي تاريخي، فرنسا اليوم قتلت 45,000 جزائريين، نهار 8 مايو 1945. على بالكم هذاك النهار فرنسا ربحت الحرب ضد الألبان تاع هتلر، وهذاك النهار هذاك النهار اللي كانت فرحانة في أوروبا كانت تقتل في 45,000 جزائريين اللي امنوا بفرنسا، باسكو فرنسا في هذاك الوقت قالت لهم بلي عاونونا ضد هتلر ونعطيكم استقلال. صحيح ان شاء الله نكونوا 11 في خراطه، من بعد الزوج في سطيف، ومن بعد قلمه 8:30 تاع الليل ان شاء الله وقت الفطور، يعني به عمرنا ما نتساو بلي هذه فرنسا عدوه. وعلى بالكم بلي شركة توتار غدوة إن شاء الله باغا دير بترول باطل حد حاسي مسعود، هاكم تشوفوا بلي هذا الحراك هذا يا جماعة راهم يتمسخروا بينا. فوالا بصح ما نهضروا عليها غدوة. كلمة سي جمال. السلام عليكم، رانا رايحين إن شاء الله مدينة خراطة، رايحين نشوفوا الفيلم إن شاء الله. الذكرى 8 مايو 1945، بعدها جول سطيف، وبعدها قلمة. يعطيك الصحة. سي فريد. السلام عليكم اخويا فلاون. بون هاك رانا غفير نسدو الخراطة، إن شاء الله أروح نفكر وكليا الشهداء يموت، راني يرحم ربي. فوالا إن شاء الله في الأحداث أنا اللي دينا إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيك. سي حمزة. السلام عليكم خوتنا، رانا في الطريق إن شاء الله 11 نكونوا في الخراطة باش نتفكروا الدماء، الدماء اللي قتلتها فرنسا، فرنسا القتلة، إن شاء الله نحتفلوا بالذكرى تاع الاغتيالات، و الساعة 11 إن شاء الله نكونوا في خراطة. بارك الله فيكم، هيا بسم الله نكملوا الطريق إن شاء الله. فوالا حنا رانا تاع ميدان، فهمتوني ولا لا؟ تاع ميدان، حنايا ديما نتلاقاو مع الجزائريين في 48 ولاية، ومع الجالية الجزائرية في الخارج، ما عندها حتى مشكل. والناس راهم يسقسوا فيا يقولوا وين كنت؟ يا جماعه انا كل يوم راني ندير في اللايف يا جماعه، وعلى بالكم بلي هذه المافيا تاع 40 سراق راه دير سابوتاج تاع الصفحه الرسميه فيسبوك، وعلى بالكم بها. على هذا الشيء انايا في التيران في الميدان، وعلى بالكم بلي ديروا مقاطعه تاع هذه الانتخابات هذو تاع كاجويه، باسكو على بالنا بلي معمرين تزوير. كيفاه الوزير الاول اللي كان وزير داخليه اللي كان يزور استمارات على الرئيس 6 ملايين استمارات داروهم في البلديات في 1541 بلديه مع الاوامر تاع هذا بدوي، كيف بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات اليوم راه فكسر الحكومه يا جماعه. هذه كاع ما تخرج كاع في الراس، ما تخرج كاع في الراس يا جماعه. كيف وزير الاول اللي كان وزير داخليه دار اوامر 48 ولي 1541 رئيس بلديه باه يزوروا 6 ملايين استمارات، رئيس بوتفليقه اللي ميت ربي يرحمه واليوم راه يحكم في البلاد، هذه مستحيل ما تدخلش في الراس، مستحيل، سي انكرويابل انكرويابل. شوفوا فرنسا حكمت 132 سنه ما زالت تحكم اليوم، وهذا العصابة هذا المافيا تاع 40 سراق بغاو يمدوا الحاسي والثالث في العالم في بركين، شركة فرنسية توتال اللي راح يدير استخراج الغاز الصخري في تيبيمون. يا جماعة فيقوا شوية فيقوا شوية، كارثة. اليوم نهار تاريخي، خراطة 11 سطيف الزوج، و 8:30 ان شاء الله في قلبة، وغدوة ان شاء الله بيسكرا الواد ورقلة حسي مسعود، ونكملوا عين ميناس إليزي جانت تمراست عين صالح غردايا بالريان جلفة لغوات تيرت وهي رايحة. ولا رانا مع خوتنا في الجنوب في الوقت
صعيب تاع رمضان على بالكم، واحد يصوم رمضان في الشمال ماشي كيف كيف، واحد يصوم رمضان في الجنوب وعلى بالكم بها. ما ننساوش خوتنا تاع الجنوب، باسكو الكنز تاع الجزائر راه في الجنوب يا جماعه، راه في الجنوب. الغاز والبترول اللي باعوه باطل فرنسا، باطل اسبانيا، باطل طاليان، وباطل امريكان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم، وصحة رمضانكم.